هلو يا حلوين، وحشتوني. في فيديو النهاردة أنا هكلمكم عن أشهر فلانكرز من عطور لطافة، أو بمعنى أصح العطور الأشهر من لطافة والإصدارات الجديدة منها. في الفيديو ده هقولكم أنا فضلت أي إصدار من الإصدارين اللي جربتهم من كل العطور اللي جربتها في 2023. أو عطرين باسم يارا. العطر الأول هو يارا البينك، وده عطر أنا بشوف إنه هو للسن صغير شوية. عطر فيه ريحة الكوكونات السويت قوي، رائحة كده زي التشيز كيك، ريحته باودري فانيلا جدا جدا، كريمي وميلكي لاكتونيك. هتحسي انت شامة ريحة يعني كوكونات مع آيس كريم فانيلا، وسويت جدا رائحة. بصراحة انا في رأيي فعلا ممتعة جدا، واستحق ان هو يكون مشهور قوي كده، بس مش للدرجة في رأيي بصراحة. يعني في بادي ماسك كتير انا حاسه انها فيها نفس الدي ان اي ده، منهم اشهر حاجه من ايفا، وهو كوزي دريم اللي هو لونه لايت بلو، بيكون في ريحه الكوكونات السويت جدا ده، وبيكون معاه فانيلا كده كريمي لاكتونيك شويه. تحسي ان هنا انت شامه ريحه باودري بس سويت جدا جدا وجورمنت العطر ده. وعايزه اقول لكم ان هو ثباته مع الوقت بيتحسن واداؤه بيتحسن جدا جدا، بس احفظي العطر في مكان مقفول وانت هتشوفي ان اداءه هيتحسن جدا. اما الاصدار التاني اللي عندي انا هو الاصدار الاصفر يارا توس او يارا تو، وفي اصدار تاني ابيض، وده برضو انا مترددة جدا اجربه ولا لا، ولكن اكتبولي تحت في التعليقات تحبوا اجرب يارا الابيض فعلا ولا لا. ما تنسوش تكتبولي دلوقتي حالا، انزلوا تحت في التعليقات تحبوا اجرب يارا الابيض ولا لا، انا مترددة فيه جدا الحقيقة. اما الاصدار التاني من يارا فهو الاصدار الاكثر نضجا، دقائق على رائحة الياسمين، والياسمين هنا الحقيقة فريش جدا، طبيعي جدا، كأنه حقيقي جدا، لدرجة انه هو في الجوانب السلبية من الياسمين. الناس اللي ما بتحبش رائحة الياسمين الطبيعي اللي بيكون في ريحة من الطبيعة تكاد تكون منفرة في بعض الاوقات، بس هو الحقيقة انا بحب العطر ده اكتر، عطر قوي فواح جدا. هو قائم على الياسمين الممزوج مع الاخشاب والكوكونات وبعض الفواكه الاستوائية. العطر ده يعتبر بديل عن عطر فيم من باكو رابان، والمفروض هو يعني نفس العطر، هما قريبين جدا، بس العطر ده فروتي اكتر، ريحة المانجو والباشن فروت موجودة اكتر. الياسمين هي ريحته شوية مكتومة، كأنه ياسمين ستي يجف وينشف وتبقى ليه رائحة معطقة كده قديمة، هو ده اللي هتحسيه من الياسمين الموجود هنا، وده اللي يمكن بيخلي بعض الناس مش بتتقبل العطر ده. بس انا في الحقيقة شايفة العطر ده ماتير اكتر، ناضج اكتر، انا شخصيا بستخدمه اكتر من يارا البينك، وبستمتع بيه جدا لأدائه الرهيب، أدائه عالي جدا جدا، يكفي منه رشتين اتنين بس والعطر بيفضل موجود بقى معاكي ممكن لحد 8 ساعات كمان. هو عطر يصلح لكل الفصول الحقيقة، بس أنا يعني أفضله لكل الفصول بالتساوي جدا جدا. أما يارا البينك أنا شايف أنه هو عطر صيفي أكتر، لكن ده يمشي كل الفصول. لو أنا هقارن ما بين الاتنين وهقول أنا شخصيا بفضل مين، فأنا بفضل يارا توس اكتر من يارا البينك. حسن هو جيرلي اكتر، ممكن استخدمه بعد الشاور، او اللي هو سنت كده قبل ما تنامي، مهدئ للاعصاب ومريح، وبتكوني سعيده قوي بالريحه السويت الشوجري كريمي اللاكتونيك الكريميه دي. بس بالنسبه لي مش عطر استخدمه ابدا كسنت، يعني لا، ممكن يبقى في مرحله انتقاليه كده ما بين عطرين مثلا، فاهميني ازاي؟ ولكن يارا الاصفر ده توس ده لا، انا بستخدمه اكتر وحبيته اكتر من يارا البينك. اما عن الاصدارين التانيين من لطافه، هما مهره سيلكي روز البينك، ومهره الاصدار الاول اللي هو مهره ذا اوريجينال او الاو جي. مهره البينك كتير منكم جربوه، وانا من الناس اللي حبيته جدا، وكنت مبسوطه قوي ان من اول الناس اللي جربت السنت ده بصراحه، لاني حسيت ان مفيش ناس تتكلم عنه، فقلت انا اخد الخطوه واجرب بنفسي عشان اشوف اذا كان هيعجبني ولا لا. الحقيقة السنت ده سنت فيه رائحة زي الشوجر بس خفيفة قوي، مع ورد زي ماء الورد، منعش كده جدا مع الفروتس، مع سنة بخور خفيفة جدا. السنت ده فروتي باودري روزي، الروزز اللي هنا روزز فريش، مش الروزز اللي هي الدارك روزز، لا هنا فريش جدا، مش الدارك روزز ابدا، فريش باودري، ريحته زي الباودر شوية، ومعاها شويه بخور كده. بحس ان هو بيفكرني شويه بالكومباكت باودر المعطره برائحه الورد. السنت ده معاه شويه فروتس كده منعشه، وفي ليتشي، ورائحه البخور هنا ايري وخفيفه وناعمه،
رائع العطر ده، ما شمتش عطر شبهه الى الان. كنت بقول لكم ان هو بيفكرني شويه بدلينا دي مارلي اللي هي روزي، الاصدار الشفاف شويه، بس يقال انها تشبه اكتر عطر من عطور بن هاليجنز اللي هي هحط لكم صورتها هنا، يعني مش فاكراها دلوقتي. عموما السنت ده سنت شهير جدا، سنت فريش، بشوف ان هو مناسب جدا جدا لفصل الصيف. ما تصدقي يعني ما تصدقيش ابدا ان رائحه البخور الخفيفه دي ممكن تخلي العطر ده شتوي، ابدا هو عطر صيفي جدا. خلونا نرشه. رائع 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 فوق رائع، عطر انثوي جدا، عطر شيك قوي 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 قوي. برغم ان هو سهل وبسيط بس بحس ان هو السهل الممتنع كده. لو هقارن ما بين النسختين دول، ف الاصدار ده خشبي جدا، الاصدار ده اقوى سبايسي، طبعا رائحته ذكوريه جدا، في ريحه الخشب واضحه جدا جدا جدا، عطر كده عطر برده فيه احساس عتيق شويه، خشب تحس ان هو خشب قديم مع سبايسز كتيره، مع عود، مع رائحه اورنج قويه قوي في البدايه منعشه، بتحس انه يعني شلال من عصير البرتقال السويت جدا مع شويه توابل كده، ريحتها مقبوله جدا. وبعد كده العطر بيبقى مور بقى وودي وبيبقى سبايسي، والودنس في العطر ده بتحس انها قويه قوي قوي، عطر خشبي جدا، عطر لوحده بصراحه قنبله فوحان في البدايه رهيب. في مكونات كتير قوي، انا يعني مش عارفه ده الفيديو ده هينزل الاول ولا هينزل لكم ريفيو العطر ده بشكل كامل لوحده، ولكن اذا ده نزل بعد الريفيو الكامل عن عطر مهره هحط لكم اللينك هنا فوق في الاي، تقدروا ترجعوا له وتشوفوا العطر ده بالتفصيل. بامانه بالنسبه لي انا شخصيا مفيش اي مقارنه ما بين العطرين دول، انا وانا مغمضه عيني بختار مهره سيلكي روز اكتر، عطر ده ماسكولين قوي ذكوري اكتر بكتير. هل انا بستخدمه؟ اوقات، وهو شتوي جدا، يعني هو عطر فخم، هو عطر شتوي ممكن استخدمه، ولكن انا شخصيا اميل اكتر لاستخدام مهره سيلكي روز. طبعا شويه العطر ده صعب، شويه كومبليكيتد اكتر مما انا احتمل، على نفس المستوى كده مع عطر نشيط من لطافه برضو. الحقيقه هما كانوا مع بعض في اوردر واحد وكنت مستمتعه بيهم قوي لان هما مختلفين، بس مع الوقت بدات احس ان هما الدراي داون بتاعهم تو ماتش بالنسبه لي انا، خشبيين زياده عن اللازم. انا بحب العطور الخشبيه جدا طبعا بكل تاكيد، ولكن اذا كانت ممزوجه مع العنبر اللي بيخليها سويت وعامله زي البخور اكتر بستمتع بيه جدا، ولكن خشبي عود سبايسي يعني مش زي ما بيقولوا ماي كاب اوف تي، مش مفضلاتي ابدا. عطر فواح وقوي جدا جدا جدا، يصلح ان انت تعملي له ليرنج مع عطورك الفرنسيه بحيث ان هو يديكي دفعه كده من الفخامه. رائحه مميزه جدا جدا، رجعوا للريفيو الكامل عن العطر ده عشان تقدروا تعرفوا عنه اكتر. اما بالنسبه للعطرين دول من لاين اميره العرب، فده اميره العرب اللي هو الاحمر الاو جي او الاوريجينال او الاصدار الاول، وده اميره العرب الاصدار الثاني البينك. من غير ما ادخل في تفاصيل انا بحب ده اكتر بكتير. عطر اميره العرب البينك هو عطر روزس ورد، ورد باودري ومعاه كده رائحه فريش جرين في الاول، بس الرائحه الفريش الجرين دي وسبايسي هتفكري كتير قوي، اكتر وصف لقيته قريب ليها فعلا زي ما تخيلته، زي رائحه كده البذور اللي موجوده في اليوسفي، عارفينها قد ايه بتكون فواحه وفيها مراره وفيها احساس اخضر، وبتبقى يعني زي ما بيقولوا ان يور فيس كده، وبتبقى قويه جدا جدا وبتبقى سبايسي ولاذعة، بتحسي الإحساس ده هنا بس مع ريحة بيريز سويت، وكأنها زي الجامي بيرز كده اللي ريحتها بالتوت اللي لونها بيربل. السنت ده من أجمل السنس اللي أنا يعني اخترتهم في 2023 بجد، من العطور الفواحة والقوية اللي أدائها عالي جدا واللي ريحتها رائعة. الورد في اجمل صوره من وجهه نظري، مش الورد اللي هو زي مهره، لا هو مش فريش للدرجه، هو هنا في قاعده من العنبر وفي احساس زي البخور. عطر ميكس ما بين الشرقي والغربي، حسيت ان هو جامع حاجات كتير كلها تقريبا انا بحب ريحتها. فالعطر ده المفروض هتلاقيه في النوتس ستروبري، بس انا مش بشم ستروبري على قد ما انا بشم بلاك بيريز، بشم كده عارفين عطر ده
شويه بيفكرني ب هير بريفري الاكسير ده، بيفكرني بيه جدا، بحس ان هم قريبين قوي من بعض زي ما قلت لكم. هنا بحس ان ده بيشبه اللولي بوبس اللي فيها مخلوطه ما بين اتنين، نص فانيلا ونص التاني بيكون فواكه دارك بيربل كده زي التوت، وبتحس ان الماكس كده شوبل كانه قابل للاكل وكانه في مطه بتتمضغ مثلا. عارفين ليه ليه احساس، او بحس ان العطر ده ليه ملمس، فهميني، بحس ان العطر ستيكي، كان العطر ستيكي كانه في حاجه فيها مطه. فين الاحساس ده؟ عطر قابل للاكل فعلا. يعني انا بتهيألي لو بتلات الورد حبوا يعملوها في صوره كانديز هيبقى اجمل طعم اقدر اتذوقه منها، هيبقى هو رائحه عطر اميره العرب روز. بفضله جدا ومن اجمل العطور اللي جربتها في 2023 وبستخدمه كتير قوي. حقيقة بفضل الاصدار الروز اكتر من النبيتي الاحمر ده. في فيديو انا قارنت ما بين الاصدارين بشكل واضح جدا، هحطه لكم برده هنا في الديسكريبشن تقدروا ترجعوا له او فوق على الاي. العطر ده يعتبر بديل عن عطر ماي واي من جورجيو ارماني اكتر. عطر فيه رائحه البير او الفواكه الفريش شويه السويت، ومعاه الخشب والورود البيضاء، الياسمين، الجاردينيا، وطبعا المسك. بصراحه كل مره اقول ان انا بحب العطر البينك اكتر اقول انا خلاص مش هخلي العطر ده عندي، ارجع اشم البوتل بتاعته اقول لا اكيد هحتاجه، انا بحبه برده، انا بيعجبني. انا بجد العطر يستاهل. عطر فيه ازهار بيضاء سهل قوي على فكره تحبيه، عطر يصلح للهدايا جدا جدا جدا، بيناسب تقريبا كل الاذواق. يعني رائحه الورود البيضاء هنا بصراحه مخليه العطر ده ممتع جدا بصراحه، ممتع قوي وكلاسي كده. العطر تحس ان هو كلاسي وشيك. الناس اللي بتحب الانتر دي، الناس اللي بتحب ماي واي هتحب العطر ده جدا. ايه بقى لاشهر عطرين؟ هما عطرين خمره وخمره قهوه. انا لو هتسالوني بفضل اكتر اي واحد فيهم، انا بفضل خمره قهوه لاني بحس ان هو تقريبا، لحد ما ينزل لكم الفيديو المفصل عن خمره قهوه، بحس ان هو تقريبا نفس دي ان خمره بس ضايف عليه قهوه شويه فيها كده مراره، تخلي العطر ماسكلين شويه اكتر. بس اداؤه يا جماعه بصراحه اداؤه عالي جدا. انا مش عارفه ليه حاسه ان كل العطور دايما الاصدار الثاني منها اداؤه اعلى بكتير، ولكن خليني اقول لكم ان كل العطور اللي عدت دي انا شايفه انها لما بتقعد شويه ادائها بيتحسن كتير، ما عدا عطر مهره سيلكي روز ما تحسنش قوي قوي يعني. الثبات زاد شويه الحقيقه عشان ما انكرش، بس ما كانش الفوحان الواو اللي بيستمر فتره طويله. يعني برضو ما اقدرش استخدمه زيه زي يارا البينك كده كعطر ثابت او عطر اليوم يعني، او يمكن دلوقتي ممكن اجربه واقول لكم. فخلونا نتكلم عن عطر خمره قهوه. طبعا كلنا عارفين عطر خمره، وانا عملت لكم ريفيو عنه مخصوص وصفته لكم في وصف دقيق، احط لكم برضو اللينك تحت. عطر خمره قهوه وطبعا زي ما عرفتوا ان احنا لما بنحب نفتحه بنتويست الكاب نفس رائحة الدي ان اي بتاع خمرة. عارفين انا بشم في عطور خمرة دي ايه مؤخرا؟ بشم رائحة الشوكلت وخصوصا الباونتي. بحس هنا ان رائحة الشوكلت الموجودة في عطرين خمرة كأن هما الشوكلت معاهم كوكونات متقلبة كده في سيرب سويت شوية وكريمي، زي اللي بيكون عامل زي يعني نوجة جوز الهند مغلفة بالشوكلت. تخيلين ازاي؟ مؤخرا بدات احس ان الدي ان ايه فعلا بيفكرني جدا برائحه شوكليت باونتي اللي بتكون شوكليت وكوكونات، فبحس هنا ان في احساس كوكونتي موجود في خمره قهوه وفي خمره العاديه مع ريحه الديت او التمر اللي بشوفها موجوده ديفينتلي في العطرين. ولكن بحس ان العطر ده وجود القرفه يعني اقل شويه على حساب وجود القهوه والكاردموم او الهيل. هنا تحس ان القهوه قهوه عربي فعلا، قهوه كده اللي هي يعني محوجه. خلينا نرشه، انا عماله افكه ومحتاجه ارش. اوكي الافتتاحيه بعد العطر ده مقعد شويه. عارفين انا شامه ريحه تشبه العرق سوس شويه مع كاردموم اللي هو الهيل. الهيل هنا واضح قوي مع ريحة تشبه ريحة العرقسوس جدا، واضحة قوي ريحة العرقسوس دي والسويت. على فكرة أول مرة أشم
اول مره اشم ريحه العرق سوس اللي موجوده في الافتتاحيه دي. في ريحه بوزي كده مخمره موجوده في الاول، ريحه العرق سوس واضحه قوي. انا مش عارفه حد فيكم شم الريحه دي، لو حد فيكم شمها في العطر قولوا لي، اكتبوا لي تحت في التعليقات شمتوها ولا لا. واو حلو قوي، لا مختلف، مختلف عن خمره دلوقتي، في نفس الدي ان ايه، بس انا اتوقع بجد اتوقع ان العطر ده هيبقى واو بجد، بس لما يتقل شويه او يركز شويه ومكوناته تمتزج. في ريحه قهوه فيها مراره معاها العرق سوس ومعاها الكاردموم واضح، ريحه العرق سوس الموجود في بينك شوجرز. طبعا هنا الموضوع مختلف تماما، هنا الموضوع شرقي شويه، والحقيقه مش شامه حاجه شرقي مزعجه، مفيش اي عود في العطر ده، مفيش اي بخور. واو ايه ده، ده جماعه العطر ده اجمل من خمره مليون مره. يا الله السبايسز اللي هنا قد ايه قد ايه قد ايه، حلوه وممزوجه جدا. انا بصوا يا جماعه انا انبهرت، انبهرت بجد. مش عايزه اطول، احنا هنتكلم عنه في ريفيو لوحده قريب قوي، انتظروا الريفيو لوحده. واضح انه فعلا لما بيقعد فتره اطول كمان. انا شميت حاجات ما شميتهاش في اول مره، انتوا مش متخيلين الاندهاش اللي على وشي دلوقتي عامل ازاي. واو يا جماعه رائع 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 رائع، 10 من 10، 10 من 10 العطر ده بجد. نفس دي ان ايه خمره بالظبط كده بالظبط، بس على التوب سوفت سبايسز وورم سبايسز قهوه. لا احنا هنتكلم عنه في ريفيو لوحده يا جماعه. طبعا مش محتاجين اقول لكم انا فضلت اي واحد فيهم، خمره قهوه يا جماعه رائع رائع رائع. يكفي ان هو اضافه على عطر خمره، بجد شابو ليكوا والله ان انتوا عملتوا السنت ده رهيب. طبعا عايزه اقول لكم انه ثباته وفوحانه واداء غير طبيعي، غير طبيعي ثباته وفوحانه وادائه. كميه بروجكشن في الاول مش طبيعي، مش قادره اتخطاه. بعد كده معانا عطرين تانيين النهارده، في عطور كتير قوي. بديع العود سبلايم اللي هو الاحمر ده برضو ليه ريفيو لوحده، وبديع العود اميثست. بالنسبه لاميثست وسبلايم، انا حبيت اميثست اكتر لادائه طبعا، ولكن بصراحه يا جماعه الاثنين فوق الرائعين. انا على فكره قريب جدا هضم ليهم الاسود اللي هو بديع العود الاو جي الاولاني اللي هو كان افتكر اود اوف جلوري، ايوه اود اوف جلوري فعلا. حبيتهم جدا لما العطور اخذت وقتها. الاثنين لمحبين الورد، بس اذا كنت عايزه ورد فريش وفروتي فخليكي في الاصدار الاحمر، اذا كنت عايزه ورد دارك مع عود، ورد وكانه ممزوج مع سيرب من الجريبس او البلو بيريز الساور اند سويت، وكانه عارفين شراب الفيمتو. مش عارفه اذا كان حد قال الوصف ده قبل كده ولا لا، بس انا حاسه ان انا سمعته قبل كده، بس هو جه على بالي النهارده الصبح وانا بجرب السنس دي وانا بجهز الفيديو. العطر ده البيربل ده بحس ان هو فعلا كانه فيه شراب الفيمتو مع رائحه الورد الجامي روز مع العود وفانيلا. العطر ده فيه احساس ساور في الاول مع الورد، ريحته برده بتكون فريش بس فيه عود. بصراحه الاثنين حلوين قوي قوي، بس للامانه خليني اقول لكم ان اميثست انا اول ما اشتريته عجبني بس مش قوي، حسيت اني شم ريحه صناعيه منفره جدا، ريحه زي البلاستيك المحترق، ريحه زي رائحه اللي هو الكاوتش مثلا زي ما بيسموه الرابر، رائحه زي ريحه الرابر او المطاط او عارفين الاجواء دي الصناعيه قوي دي، البوليمرز الصناعيه تكون ريحتها محروقه كده مدخنه. بس عايزه اقول لكم ان العطر ده بجد لما قعد شويه انا كنت منبهره بقد ايه رائحه الورد يعني فخمه جدا. بصوا ده مش هتحسوه ابدا ولا شهر ولا اتنين ولا تلاتة بعد العطر ده، يمكن في خلال ست شهور فعلا هتحسوا ان انتوا استمتعتوا بالعطر ده. ادوله فرصته قبل ما تحاولوا ان انتوا تبيعوه او ما تستعملوهوش، سيبوه شويه وارجعوا له تاني. ثبات وفوحان عالي جدا. بعد شويه الرائحه البلاستيكي دي بدات تخف، هي دلوقتي بدات تخف فعلا، واضح انها هتخف اكتر كمان زي ما في بعض الريفيوز المكتوبه قالوا انها خفت كتير، بس رائحه الورد الفريش
خيالية. على فكرة العطر ده مميز قوي قوي، ومش هيبان دلوقتي جماله، اصبروا عليه ادوله وقته. بس هو أداء وثباته فوحان يعني فوق الخيال. أما بديع العود الأحمر سبلايم، فده بقى هو النسخة من الورود الفريش. على فكرة العطر ده أنا أول مرة أخد بالي إن هو عندي لحد هنا، لحد هنا، تخيلوا، كنت تخيلت إني استخدمت كل ده. بس الحقيقة مش أنا لوحدي بستخدمه، فوارد إن هو ينزل كتير. التفاح، التفاح الفريش مع الورد مع شوية توابل خفيفة مع دي ان ايه شبه بكارو شويه، السويتنس يعني السويتنس دي. العطرين سويت الحقيقه، العطرين دول سويت، بس هنا السويتنس زي ما قلت لكم معاها احساس ساور يخليكي تحسي انك بتشمي رائحه شراب زي الفامتو كده، او زي البلو بيريز. سيرب تقيل وثيك وكثيف وكانه معاه ورد وهو بيغلي، وبعد كده في تاتش اوف عود مش مزعجه الحقيقه. هنا مفيش عود خالص، بس هنا فريش صيفي، في احساس زي الشامبو وسويت جدا، بس في دي ان ايه من باكار روج، وده اللي مديله فخامه على فكره. فالاثنين برضو رائعين. لو قلتوا لي انا هحب مين فيهم اكتر مش قادره احكم، انا الاثنين بصراحه حباهم جدا جدا، ولكن عشان الثبات والاداء انا بفضل الاميثست اكتر. وهنا بقى نيجي لعطرين تانيين من عطور الميدل ايست او عطور الشرق الاوسط زي ما بنقول، وللاسف ده مش عارفه هيفضل يعكس الاضاءه لحد امتى. ده شغف عود من سويس اريبيان، وده شغف عود اسود من سويس اريبيان. ده عطر عود خشبي سبايسي ورد عنبر، فيه عنبر طبعا، عطر ريزنس قوي، عطر فيه الورد واضح. بس العطر ده، العطر ده يا جماعه بصراحه من العطور كده لو مالكيش قوي في عطور العود مش هرشحه لك. اما اذا كنت بتحبي العطور الفخمه اللي فيها عود، فالعطر ده هيكون بيرفكت في فصل الشتاء، ممكن يكون سيجنيتشر سنت مميز جدا. بس هو رائحه العود هنا شويه رائحه دوائيه عشبيه في البدايه، هنا في افتتاحيه العطر ده في شويه اعشاب وتوابل كده، وفي عود وورد كتير قوي. الورد اللي هنا بحس ان هو ورد من النوع الانقى شويه من العطور اللي عدت، حاسس الورد هنا مميز قوي. الحقيقه بيظهر العود والورد مع بعض بالتوازي، وبعد كده شويه العود بيتراجع ويكون الورد في المقدمه مع الريزنز. عطر مش لكل الناس، مش سهل، زي ما قلت لكم انا بميل للعطور شويه الكومبليكيتد اللي بتنبه عندي الحواس بشكل قوي شويه، بحب يعني بستمتع باستكشاف النوتس. عطر ده عطر فخم جدا 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 ورسمي، يعني لا يصلح للبس الكاجوال، عطر رسمي جدا جدا جدا. اداؤه وفواحانه رائع رهيب. على فكره انا عايزه اجرب منهم شغف عود ازرق، وقريب ان شاء الله اقدر اجربه واكلمكم عنه. اما العطر ده هو شغف عود من سويس اريبيان، وشغف عود بقى اللي في الجولدن باتل ده، ده بالظبط زي عود بوكي من لانكوم. رائحة العود مع الشوكلت مع الورد very very sweet. العطر ده جدا 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 شوكلت، شوكلت مع عود وورد سويت قوي، جامي روز برضو وريزنز، ورائع جدا. شبه شوية عود مود، شبه شوية شيخ الشيوخ، بس هو شبه عود مود اكتر. شبه طبعا عود بوكيه. ده من العطور اللي لو انا هحصر خمس عطور مميزة مؤخرا، ده لازم هيبقى واحد منهم. العطر ده دونا عن كل العطور اللي كلمتكم عنها، لازم ده هيبقى واحد منهم. وافتكر خمر قهوة هينضم لأكتر خمس عطور برضو مع العطر ده. فكروني قريب ان شاء الله اعمل لكم افضل خمس عطور، بس على بداية السنة الجديدة، او ممكن نعمل فيديو افضل خمس عطور 2023. اذا حابين الفيديو ده اكتبولي تحت برضو في التعليقات، قولولي حابين ان انا اعمل لكم فيديو افضل خمس عطور في 2023 انا جربتها. وبس كده يا حلوين، انا كان نفسي الفيديو ده ان انا كمان اكلمكم عن العطرين دول، ولكن الفيديو وقته هيبقى طويل قوي، فممكن في فيديو جاي اكلمكم عنهم. ولكن يكفي النهارده كلمتكم عن اشهر اصدارات من عطور لطافه، او الاصدارات الجديده من اشهر عطور لطافه. دول كانوا الاصدارات المفضله ليا من عطور لطافه. اتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو ويكون الفيديو افادكم. ما تنسوش تحت في التعليقات تردوا على الأسئلة اللي سألتها لكم وسط الفيديو،
وتكتبوها لي تحت في التعليقات عشان ابقى متابعه معاكم الدنيا فين. بس كده حلوين، كان معاكم دينا، اشوفكم ان شاء الله الريفيو اللي جاي، وباي باي.